وفكرة ان لازم يكون عندنا يعني آلية. احنا عندنا مشكلة انا بلاحظها دايما في الحكومات المتعاقبة الاخيرة في مصر، ان فكرة ان انا لو غيرت وزير على غفلة يبقى في مشكلة في الداخل. لا، احنا لازم نعتمد آلية جديدة زي ما بنشوفها في الدول اللي بره، المحاسبة الوقتية. في وزير اخل بحاجة بملف معين، انت مسؤول عن ملف التمويل، مسؤول عن ملف الاقتصادي، مسؤول عن ملف المشروعات الاستثمارية القادمة من الخارج، فشلت او انا لاحظت في اول شهور في اول سنة انك مش مدي النتيجة اللي انا عايزاها، لازم تتغير. ده لا يخل بتماسك الحكومة ولا يؤثر على القيادة السياسية بشيء. فكرة ان انا لازم اتصرف بسرعة، ما اديش فرصة اكتر من اللازم لحد انا مش شايف جاي معايا. انت بهذا الشكل تقيمي السنوات الماضية؟ طبعا. تمام.